عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أنا زميلتكم مبروكة خبير، صحفية تونسية وكذلك مدربة دولية في مجال الإعلام ومنتجة ومخرجة أفلام وثائقية، أدرس في معهد الصحافة وعلوم الأخبار مادة الاستقصاء التلفزيوني. اليوم أنا من بين المرشحين للمجلس الاستشاري لشبكة محرري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حبيت من خلال الفيديو هذايا أعرفكم على نفسي. طبعا بعثت بايوغرافي، يعني ممكن أنكم تطلعوا عليها، ولكن حبيت نشارك معكم في بعض الأفكار التي أود الخوض فيها كمرشحة من أجل تطوير عمل المجلس الاستشاري للشبكة. وبحكم أنني واكبت منذ البداية الأعمال متاع الشبكة وكذلك دربت في صلب شبكة محرري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عندي العديد من الملاحظات التي يمكن من خلالها أن نطور العمل مستقبلا في إطار مزيد دعم تطوير أو مزيد دعم عمل الشبكة وانتشارها على المستوى العربي في شمال إفريقيا وكذلك في منطقة الشرق الأوسط. من بين الأشياء التي قلتها والتي لاحظتها حتى في عملي كمدربة، أنه اليوم ندرب الشباب ولكن نتركهم هكذا للطبيعة ولا نتابع معهم إنتاجاتهم الإعلامية. وهذا علاش أنا اليوم وددت أن تكون الشبكة منصة للنشر، منصة للمرافقة أيضا من أجل إنتاجات إعلامية بشتى أنواعها وأجناسها، مكتوبة ومرئية ومسموعة ومتعددة الوسائط، حتى نستطيع أن نؤمن لهؤلاء الشباب الذين يتابعون معنا الدورات التدريبية إمكانيات النشر وكذلك إمكانيات المرافقة من قبل الخبرات والكفاءات التي تعج بها الشبكة، والتي أشكر حقيقة رئيسها على أنه جاء بكوكبة من أبرز وأكبر المدربين في الوطن العربي وفي العديد من البلدان، ونتمنى أن يلتحق بنا أيضا مدربون من بلدان أخرى. ما أود الخوض فيه أيضا هو أننا نحتاج اليوم أن يكون هناك انتشار أوسع للشبكة، شراكات أوسع مع معاهد مختصة في الإعلام وفي الصحافة، ويمكن أن نطور معها العمل، ويمكن أن نكون نحن في هذه الشبكة أيضا قوة إنتاجية، نؤمن للعديد من المحطات الإعلامية مادة، بالنظر إلى أننا يمكن أن نختار يعني المتميزين من المتدربين، فيهم أيضا صحفيون محترفون، يمكن أن تكون شبكة همزة وصل بينهم وبين المؤسسات الإعلامية الأخرى. أود أن أذكر نقطة أخرى وهي نقطة مهمة، أنا أعرفكم جميعا افتراضيا ولم ألتقي العديد منكم باستثناء البعض، وهم ربما حتى من حيث القرب الجغرافي تسنى لي أن أراهم، ولكن أعتقد أننا اليوم نحتاج أن نلتقي بشكل مباشر جميعا حتى نستطيع أن نترك ربما المجال للتعرف على بعضنا، حتى نستطيع أن نؤمن استراتيجية إعلامية وربما خطة قادرة على أن تدعم وجود الشبكة في كافة البلدان. أعرف أن الحيز الزمني في الفيديو ضيق جدا، ولكن أودت أن أشارك معكم بعض هذه الأفكار، وقد سردتها مكتوبة في هذه المجموعة، ولكن أحيي كل المترشحين، أحيي بقية الأعضاء، أدعوكم جميعا أن تصوتوا لمن ترونه ربما قادر على أن يكون داخل المجلس الاستشاري، ولكن حتى من خارج المجلس الاستشاري يمكن أن نبقى دائما يدا واحدة من أجل أن نؤمن صحافة جودة، صحافة نافذة قادرة على أن تطور مهارات الشباب وقادرة على أن تستأنس بالتطورات التكنولوجية، بالنظر إلى أنه اليوم عندنا هواتف محمولة يمكن أن تكون هي أيضا وسيلة عمل، وهذا ما أدرب فيه. تحية لكل الزملاء المترشحين، تحية لكل الزملاء الذين سيصوتون، وأدعوكم أن تصوتوا بكثافة، وسواء كنا من داخل المجلس الاستشاري المضيق أو من خارجه، فنحن أكيد سنبقى أصدقاء وأكيد سنبقى في تواصل، وأنا أتشرف شرفا كبيرا بأنني موجودة بينكم اليوم، وسأكون موجودة بينكم حتى غدا إن كان هناك طبعا
طبعا مجال أن أكون في المجلس الاستشاري أو من خارجه، لن أتأخر لحظة في أن أخدم بكل ما أوتيت من قوة وكذلك من مهارات يمكن أن أطوعها بما يخدم المنتج الإعلامي والصحافي في منطقة الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا. مني إليكم أحلى تحية، مبروكة خديرة، تقولكم إلى اللقاء، وشكرا جزيلا لانتباهكم، وعفوا على الإطالة.